متأكدة ده حجر؟ وين هاي الكنيسة؟ أيوة. يا حرام، كيف أصبحت غابة؟ ترتقي البلاد بسمائها وترابها فوق كل الألقاب والمتغيرات السياسية الموسمية، لتبقى ثابتة ثبوت شجر الزيتون فيها. وليس من باب الصدفة قدمت السيدة ماري مطر لزيارة مسقط رأسها قرية المنصورة المهجرة للمرة الأولى بعد 73 عاما، فاهتزت أوتار قلبها وترقرقت الدموع في عينيها حنينا للماضي. يا خسارة عليك يا كنيسة، يا خسارة، هيك صرتي؟ باطل باطل باطل. يا صباح الشوق، يا حرام، حطوا دم قلب تعمروها. المنصورة هي قرية عربية مسيحية مارونية تقع في الجليل الأعلى، هجر أهلها في العام 1948، وقد تمحورت حياتهم حول كنيسة مار يوحنا المعمدان، حيث كانت لهم المركز الروحي والاجتماعي والتربوي والثقافي. بال 1888 إجا حنا مطر ونشر أرض بالمنصورة، وهو تقريبا توفى بعدين بعد 12 سنة تقريبا بال 1900. كان في عنده 6 أولاد، كان بالمنصورة تقريبا تابع لإلها قريب 2500 دنم. هون عمليا بهاي بالصورة الأولى بنشوف طبعا القبي مش موجود اليوم، فإحنا بنشوف هون الكنيسة كاملة، وهون نحن بنشوف الأيقونة. فهاي الأيقونة أيقونة القديس يوحنا المعمدان، هذا المذبح حيث تقام الذبيحة الإلهية الإفخارستية. وهنا منشوف الكنيسة كمان، الحمد لله قدرنا نلاقي كل هاي الصور، نلاقي الكنيسة هون مع البنوكي كيف موجودة من جوا، وهاي هون طبعا الأيقونة اللي شفناها. وقد بذلت جهود كثيرة، منها الرجوع إلى كتب ومصادر عدة تاريخية وجغرافية لمؤرخين محليين ومستشرقين وآباء مرسلين، إضافة إلى مقابلات كثيرة نفضت ذكريات كثيرة محفوظة في قلوب العديد من أهل القرية من أجل نشلها وتجميعها في مؤلف يحمل اسم القرية. شوف الكنيسة قديش كانت حلوة وجميلة. بتقول لي أمي كنتوا تلعبوا حديها أنت وأخوك لما كنتوا صغار، بس وين كنا نلعب؟ كان في أرض بطون، كان في غير شكل. أمي باعت كل ذهبها، كان معها ذهب كتير. ستة أمها كانت تحبها كتير، كانت هي أول بنت، واشترت لها ذهب ما فتحوا رزق. إجت باعت هالذهب كله وعمرت البيت، حطوا دم قلب تنوا نعمروها. أنت شايفة هي معمرة عمار منيح؟ لا بس صغيرة مش كبيرة، لأن أهل البلد كانوا قليل مش كتار، وكانوا كلهم أولاد العم خي البي. العائلة هاي تشردت بكتير محلات، ولكن بعد في عندها هذا الانتماء والذكرى الحلوة وهذا التاريخ وهذا التراث اللي عاشوه بهذا المكان. يساهم الأب مجدي هاشول والمؤلف شكري عراف والأستاذ إسكندر عطية في نقل التراث إلى الأجيال الصاعدة بالمؤلف الذي يحمل اسم القرية، عساه أن يعطي الأمل بعودة الأهل إلى قريتهم وببناء كنيسة تنتظر أن تبنى من جديد.